بسم الله الرحمن الرحيم. تكون جمعية الأنصار الخيرية في حلب بدعم من الأخوة في الكويت توزيع مبالغ مالية للمتضررين من عائلة الحجة الذين قضوا في المجزرة التي سقطت في شهر رمضان من عصابات الأسد الطاغية. عائلة الشهيد الأخ حسن حجو، الأخت الأرملة منى عبد المجيد حجو، الأخ عبد القادر يوسف حجو، الأخت الأرملة إيمان عبد الله حجو. الله يجزيك الله يجزيك. خلاص بس.